شكرا معلقنا الكابتن سيد صابر. اذا انتهت احداث الفتره الاولى والثانيه بتقدم نادي الاتحاد السكندري 42-33. برحب بضيوف المره الثانيه كابتن محمد السلعاوي وكابتن عماد مراد. كابتن عماد اجل حضرتك يعني تحليلك للفتره الاولى والثانيه. والله يا كابتن هيثم انا شايف كان في يعني ستارت كويس من الكابتن اشرف، بدا زون كويس خلاهم مشوا كتير وعملوا 24 ثانيه كتير مرتين ثلاثه. بس انا مش شايف ان احنا عندنا مشكله في صانع اللعب، ما عندناش صانع لعب بينقل الملعب بسرعه، ما عندناش صانع اللعب لما الفرقه تتزنق عنده شوطه يخلص كور. مودي شاط شوطين ثلاثه كان غير موفق، بس هو عنده شوطه ربنا يوفقه في اللي جاي. يعني انا مش شايف حد بيلعب كتير على باسكت اللي هو ايهاب امين، رغم ان احنا يعني اتفقنا ان هو 50-60% من قوته رجع من الاصابه اول مره ليه. صحيح هو اللي بيلعب. عمرو الجندي هم خدوا بالهم منه طبعا ان هو رجل اشول، فبتحس ان كل مره بيجي نخش من ناحيه شمال مقفوله. ماري عمل روتيشن كتير بكل الفرقه، تحس ان برضه الجهد بتاعنا يعني مش كويس. في حاجة مهمة جدا، الملعب سريع علينا جدا، يعني الكرة بتتلم مننا لما بنشوط غير موفقين بتتلم، مفيش ترانزيشن ديفنس بتاعنا ان احنا نمنع الكرة تعدي نص الملعب بسرعة. أول قاعدة بتقول الراجل اللي جنب الراجل اللي لم الكرة لازم يعطله سنة، ما خلوش يطلع الأوت ليت سهل. لا احنا الراجل بيلم الكوره بيطلع اوت ليت سهل، صانع لعب بيستلمها سهل جدا. ابسط شيء ان انت ما تخلوش يجري في خط مستقيم، لا انت تخليه يعمل زجزاج او باك بيفوت او اي حاجه، انت بتعطل في الثانيتين دول بتقدر ترجع. انا شايف الترانزيشن ديفنس بتاعنا وحش، يعني غير موفقين شويه في التصوير. ربنا يوفقهم الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن سلعاوي راي حضرتك الفني في الفتره الاولى والثانيه؟ الفتره الاولى اقدر اقول ان احنا بدانا كويس جدا. بدأنا زون دفاع المنطقة 2-3، أعتقد كانت مفاجأة. الأهلي مش متعود على إنه يبدأ مباراة الاتحاد زون ديفنس. نجح لحد كبير جدا. إيهاب أمين قدر في أول المباراة إن هو يصير الأمور لصالح النادي الأهلي. عمر طارق عمل فاولين صراع شوية، اعتقد الاصابه مأثره برضو، وايهاب امين كان برضو نفس الكلام. ابو النصر قام بمجهود في الفتره الاولى، الفتره الثانيه مجهود كبير. اعتقد لما احنا قلبنا مان تو مان المسافات فتحت بالنسبه شويه. احنا ليه ما كملناش زون يا كابتن طول الاول والثاني، برغم ان احنا كنا ماشيين كويس جدا في الزون، ويمكن الشوط الاول اللي لعبناه اغلبه زون نادي الاتحاد حط 17 نقطه بس. الشوط الثاني لما قلبنا مان تو مان 25 نقطه. يعني احنا كنا ماشيين في زون احسن المساء. لان كانت المسافات مفتوحه شويه، ما كانش وما كانش في تغطيه. لم الكرات او الريباوند زي ما بنقول كان في صالح الاتحاد، ما فيش تحيز. بيجروا فاست بريك علينا سريع جدا. الفاست بريك ده بيديهم باسكت سهل، فبيحفزهم بيرجعوا في الديفنس اسرع، وبيرجعوا في يعني شرسين شويه. احنا في الزون كان في اغلاق المنطقه كويس، كان في ترابط كويس، كانت بدليل ان خدنا ريباوند وطلعنا فاست بريك ولعبنا مرتاحين. يعني واللي حتى في فرق السكور 17-25 في فرق يعني هم جابوا. بص يا كابتن هم جابوا 9-2 في بدايه الماتش، حصل طبعا ستارت اب كويس قوي للاتحاد، ولكن بعد كده النادي الاهلي نجح انه يوقف الاتحاد، والنادي الاهلي جاب 17 نقطه في الوقت النادي الاتحاد جاب 8 نقاط بس. طب كابتن في رقم لازم نحلله كويس دلوقتي. نادي الاتحاد جايب 42 نقطه، يعني متوسط 21 نقطه في الشوط. ما زال معدل التهديف اللي بيجي فينا عالي طبعا. يعني احنا لو مشينا بالمعدل ده يبقى هيجي فينا 84 نقطه. كتير يا كابتن. كتير، وده بيرجع الديفنس مشكله زي ما احنا يعني في بدايه يعني البرنامج شوط علينا كوره في بدايه في البدايه بتحس ان ليها اربعه في البدايه أربعة. ودي كانت النقطه اللي بيعاني منها اشرف في ماتش سبورتنج والماتش ده، ان الفرقه اللي بنلعبها بتاخد اكتر من فرصه او تراي على الباسكت في الهجمه الواحده. سكند شوت مره واثنين وثلاثه. طب راي حضرتك يا كابتن مات في معدل التهديف العالي اللي بيجي فينا، يعني 21 نقطه في كوارتر واحد، بتهيألي برضو ده معدل كبير. يعني بص يا كابتن هاشم، يعني هي يعني القاعده اللي احنا عارفينها، لما تكون ماسك مان تو مان ابسط شيء او ابعد مسافه هي مسافه ايديك، لما تفرد ايدك يبقى هي دي المسافه اللي بينك وبين اللعيب. لكن انا بشوف محمد طه شوت وفرق متر ونص بينه وبين الراجل،
شايف شو شوت واحنا بنزوق واحنا زون ولا مان. واحنا مان واحنا مان ابسط شيء ابسط شيء يعني يا جماعه انا شايف الروتيشن شويه بطيء السكند شوت يا كابتن هيثم بيتلم علينا كوره مسؤوليه الطوال ولا كل الطوال قصيرين الطوال او قصيرين يا كابتن هيثم انت ما انتش عاوز كوره من السماء انت بتحجز موقع بوزيشن اقصر لعيب ممكن يحجز اطول لعيب انت نعم. بتحجز ومش يقدر يزقك لو زقك اوفنسيف فاول عليه بس حد يحجز انا بلاقي كرة الناس بتجري على كرة كرة بتتشاط بلاقي اتنين تلاتة داخلين بلاقي واحد زي اسماعيل ماسكه حاتم البحيري طب نلعب مان تو مان وميس ماتش جامد جدا لدرجه حاطط اتنين باسكت شوت نزل بيه تحت الباسكت نزل بيه تحت الباسكت مرتين طب كابتن خلينا نتكلم برضو في نقطه مهمه الا وهي الهجوم الخاطف علينا يعني يمكن نادي الاتحاد السكندري حاجه نقطتين مهمين نتكلم فيهم الاتحاد السكندري جري علينا كتير يعني لو جبنا السكور اللي اتحط من الفاست بريك هنلاقيه ممكن يكون نص ال 20 20 نقطه تقريبا دي حاجه دي في الهجوم في الدفاع الاتحاد بيعمل تراب على اي لعيب بيعمل سكرين بول يعني لو ايهاب امين خد هاي سكرين بيتعمل عليه اثنين اثنين يضغطوا عليه طب ده حل دقيق وحل دقيق حل الاول حاجه لازم واحد يعطل الكره في الفاست بريك لازم لازم حد يعطل الكوره يعني الكوره اتاخدت ريباوند لازم حد اقرب واحد يعطل شويه لغايه ما الباقي يرجع هو ده الترانزيشن ديفنس يا كابتن هاشم لازم حد يعطل واللي معهوش الكوره اللي مش ماسك معاه وبعدين في الاخر هي كابتن هاشم في قاعده واشرف عليه اللي اتضرب اللي اتضرب ده كبير وعارف الكلام اللي اتضرب ده بيرجع احنا كلنا بندافع عن بيت واحد البيت ده الحلقه بتاعتنا فاللي بيتضرب في الخط بيرجع على بيته على نفس المكان اللي هو المفروض يقف فيه او يستنى مانو او يستنى مانو لكن اللي بيحصل ان اللي بيشوط ما بيرجعش اللي بيلم اللي بتبقى الكره بعيده عنه ما بيرجعش فبيعملوا علينا ترانزيشن لازم حد من الطوال ده يوقف لازم انا يعني شفنا يا كابتن لازم يخلي الاتحاد يباصي بسهوله الاتحاد بيباصي بسهوله جدا طه دخل كره فاست بريك يمكن جابوها لنا في الملخص دلوقتي جلاها راح داخل اسماعيل مكمل يعني قصدي اقول لحضرتك طب فين هو ده فين ليه اسماعيل جه وما كانش من عندنا واحد دخل لما هو ده علامه استفهام كبيره رغم ان هو مثلا كابتن هيثم انت بتتكلم ما شاء الله اسماعيل فوق ال 40 سنه يجي قبل المان اللي ماسكه انا بس كان بيتكلم على النقطه اللي بيتكلم عليها كابتن سلاوي الترانزيشن ديفنس ليه قواعد يا كابتن هيثم قلنا اقرب واحد زي ما كابتن سلاوي قال يعطل ما يخليش اوتلت نمره 2 في الفرقه ايا كان نمره 2 لازم يمنع صانع اللعب ان هو يستلم ما يخلوش يستلم ثانيه كافيه ما يخلوش يستلم طب نفرض ان هو استلم ما يخلوش يجري في خط مستقيم خط مستقيم يعني هيفتح الملعب لازم يخليه يعمل زجزاج او يعمل باك بيفوت او اي تشينج اوف دايركشن يعطل نمره 3 بيمنع كوره اللي هي تتلعب لونج باي كابتن برضو احنا ما قلناش التراب ما اتكلمناش عن التراب انه الاتحاد بيعمل تراب على سكرين بول وده عاملين ازعاج شديد وخاصه ان التراب بيروحوا باتنين طوال على ايهاب امين او على عمرو الجندي بيبقى عمليه الباص صعبه جدا 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 صحيح فلازم لازم يكون عند بعدين ايهاب امين لاعب دولي عمرو الجندي لاعب دولي لازم يكون عندهم خبرات ازاي يضرب اضرب الكوره اضرب بالباص هي في قاعده باص سريع لكن انت بتوقف الكوره في ايدك فبيضطر الاثنين يجوا لك يقربوا فبتشوفش زملائك باص قط يعني يبقى في اي حاجه هي سلاوي ريد اند رياكت هي كده بتتلعب ريد اقرا انت بيجي لما انا داخل الكوره اتعمل عليا اثنين لعيبه عاملين تراب لازم في واحد فاضي اجي باص على الكابتن سلاوي الاقي استخدم استخدم لازم ابقى انا قاري لازم عنايا فوق بس خلينا نقول برده يا كابتن نشيد بالروح اللي بتلعب بيها الفرقه عبد الجندي النهارده لا مع الفرقه ناقصه نشيد بالروح اللي بيلعب بيها النهارده برده عشان نقول ما نستحق ان نقوله ان البنش اللي هو الناس اللي قاعده على الخط روحها عاليه جدا 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 الناس في الارض روحها عاليه جدا جدا الشكل بيتغير على الماتشين اللي فات صحيح يا كابتن يعني كانت الفرقه كامله النهارده لازم نقولها ونشيد بيها بصراحه لو كانت الفرقه النهارده كامله بقوتها كان الماتش هيبقى يعني سهل جدا لينا وانا برضو انا لغايه دلوقتي بقول الماتش عمره ما يطلع كده زي ما هو 9 بونت مش هتطلع كده لسه بدري لسه بدري شايف ان ممكن يتعوضوا يا كابتن يتعوضوا لسه بدري وكان بدليل ان كانوا خسرانين قبل كده 20 نقطه وبيتعوضوا بيجي وكان 9-2 اول الماتش اول الجيم كان 9-2 وانت طلعت عليهم 11-9 فاللي هي بس شويه حماس تركيز. شويه تركيز شويه مسؤوليه تحمل مسؤوليه بقى شويه احنا النادي الاهلي بيلعب في ارضه وعلى بين جمهوره وقناته بتذيع ولازم يبقى فيش برضه في حته تناغم ما بين
الفرقه وتبقى الدنيا علشان دي تبقى البدايه. صحيح. يعني احنا قلنا البدايه الزمالك معلش حصل كده ان شاء الله البدايه النهارده ان شاء الله. طيب اعزائي المشاهدين يعني استاذنكم يا كباتن بقى هنروح على ارض الملعب. اعزائي المشاهدين هنطير سريعا لصاله الامير عبد الله الفيصل عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الثالثه والرابعه من مباراه كره السله ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد في دوري السوبر لكره السله. الى هناك